مرحبا بكم في هذا الموعد المباشر من برنامج المجلة الصحية. نعود حتى نتحدث في آخر هذا الأسبوع على آخر مستجدات فيروس كوفيد والفيروسات بصفة عامة اللي تم هذا الطقس وخاصيته خاصة. أيضا سنتحدث عن مبادرة كانت في إطار قافلة صحية لتتحول إلى شراكة بين مستشفى الجهوي بتطاوين والمستشفى الكبير الجامعي شارل نيكول وتحديدا قسم الجراحة العامة. هذا باش نتعرفوا عليه، هذا الشراكة هذه بين المستشفيين وشنية أهميتها وربما الأهداف متاحة وأفاق هذا التعاون خاصة. وكما قلت باش نتحدث على أهم مستجدات فيروس كوفيد والفيروسات الأخرى، كذلك سنوافيكم ببث تقريبا إن شاء الله اليوم نكمل كل التقارير اللي كنا صورناها خلال الأيام الفارطة فيما يخص تغطية المؤتمرات واللقاءات الطبية اللي كانت في تونس مع وجود أجانب وكذلك توانسة في الاختصاصات اللي ان شاء الله باش نشوفوهم مع بعضنا من خلال هذا اللقاء وهذه الحصه. اذا بامكانكم التواصل معنا عن طريق رقم 71 796 299. عاود نذكر 71 796 299 هو رقم الهاتف للتواصل معكم. ونبدا بتقديم ضيوفي الحاضرين معنا ثم نمر الى ما بعد ذلك لان عندنا ربط مباشر من ضحيه جمرت مواكبه للايام الدوليه الثالثه لجراحي القلب والشرايين بمستشفى الرابطه. مرحبا بضيوفي الكرام اللي باش نقدمهم. يحضر معنا الدكتور طارق بن نصر وهو المدير الجهوي للصحه بتونس. مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا. ويحضر معنا الاستاذ والدكتور رمزي نويره وهو رئيس قسم الجراحه العامه بمستشفى شارل نيكول. مرحبا بك دكتور. اذا كما قلت مواكبه للاحداث بما انه اليوم تتواصل الايام الدوليه الثالثه لجراحه القلب والشرايين بمستشفى الرابطه، معنا اذا عبر لايف ستريمينج مع الزميله ايمان صيد حتى تعطينا فكره على هذه الأيام أهميتها والمشاركة اللي فيها وأيضا خاصة أهم المواضيع فيما يخص هذا الاختصاص جراحة القلب والشرايين. إذا مرحبا بك إيمان، كان حاضرة ناخذوها. مرحبا. مرحبا بك عواطف ومرحبا بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي برنامج المجلة الصحية. صورتنا كما قلتي تصلكم من حيث تنعقد أشغال الأيام الدولية الثالثة لجراحي القلب والشرايين بمستشفى الرابطة التي تنظمها جمعية جراحي القلب والشرايين بمستشفى الرابطة تحت إشراف كلية الطب بتونس. الأيام العلمية الدولية هذه في نسختها الثالثة تستعرض ربما أبرز التحديات أو كذلك المخاطر التي قد يواجهها الإطار الطبي أو الإطار الشبه الطبي أثناء التدخل الجراحي وكيفية التعامل معها. لمدنا بأكثر تفاصيل عن فحوى هذه الأيام العلمية ينضم إلى جانبي الأستاذ رؤوف دنجير، هو رئيس المؤتمر وهو كذلك رئيس جمعية جراحي القلب والشرايين. تفضل. مرحبا بك أستاذ. مرحبا. عسلبة. مرحبا بك أستاذ. نحط الأيام العلمية الدولية الثالثة في إطارها، كم من طبيب أو أستاذ مختص في هذا المجال شارك وحاضر في هذه الأيام وكذلك الدول ربما اللي سجلت حضورها في الدورة الثالثة؟ في اليوم قاعدين ننظموا في الأيام الثالثة الدولية لجراحة القلب والشرايين اللي تقوم بها تحت إشراف كلية الطب بتونس جمعية جراحية القلب والشرايين بمستشفى الرابطة. الأيام هذوما مش يصيروا في يوم 9 و10 ديسمبر 2022. الأيام هذه هي معناتها كوبلي مع بشراكة مع الجمعية التونسية للحماية من المخاطر الطبية في الوحدات الاستشفائية. قاموا برشا ورشات عمل في الايام هذه. اليوم جاونا تقريب 350 مؤتمر، وفي الايام هذه دونك قمنا برشا ورشات عمل، برشا تقريب 7 ورشات عمل،
وقمنا ب دي ورش. سامحني أستاذ، قبل ما نصلوا للورشات العلمية، الدول ربما المشاركة في هذا المؤتمر ومدى أهميتها خاصة بالنسبة للتبادل الخبرات في هذا الاختصاص؟ صحيح، الدول اللي مشاركة هي دول أوروبية، تقريبا عندنا من فرنسا، عندنا من إيطاليا، عندنا من بلجيكا، عندنا من تركيا، وعندنا من الجزائر. أشقائنا الجزائريين تقريبا فما 15 جزائري وصل تونس، فما من ليبيا تقريبا 10 أطباء جراحة قلب من ليبيا، من الكاميرون، من مالي، من موريتانيا. احنا حبيناهم ايام يقع فيهم تشاركيه وتبادل خبرات في جراحه القلب وفي جراحه الاوعيه الدمويه. استاذ، كما قلت، اهم المحاور اللي ربما تتطرق لها الايام العلميه في على تيلة امتداد يومين اليوم وغدوه، اهم المحاور، اهم المواضيع، وخاصه انه ما شاء الله معناها المؤتمر مركز وبالاساس عاطي اولويه لمثل هذه الورشات اللي كما قلنا منذ البدايه هي ورشات علميه موجهه للاطار الطبي شبه الطبي التقنيين بالاساس، لمواجهه كما قلنا الاخطار اللي ربما قد تحدث وتعترض لاطار الطبي اثناء العمليه. بالضبط، تقريبا فما 7 محاور، مش نحكيو في امراض وتشوهات القلبيه عند الرضيع، مش نحكيو على الامراض الصمام المايترال والصمام الترايكوسبيد، مش نحكيو على التورمات في الشرايين الاوعيه الدمويه، مش نحكيو على المشاكل اللي يتعرض لها المريض اللي هو يصفي يقوم بتصفية الدم، دونك عندهم برشا مشاكل يتعرضوا لهم. والخاصية في المؤتمر هذايا ان ركزنا على الورشات اللي يهتموا بها الاكثر، هم الاطباء الشبان والممرضين والتقنيين، وهي ورشات عمل بالمحاكاة والتجارب. والموضوع الأكثر اللي هو اهتمنا به هو كيفاش نقوموا بالتوقي من الأخطار اللي تتعرض الطبيب وتتعرض الممرض وتتعرض التقني السامي أثناء القيام بعملية جراحية. ويظهر لي صورته وشفته كيفاش الأمور معناتها قاعدة تسير، وهذا سي تريز امبورتون بور لا فورماسيون دي جون، خاطر المؤتمرات هذه سي با الشيروجيان الكبار اللي هما ينتفعوا منها من الاكثر، وهذاك علاش نجيبوا الاطباء من الخارج، تقع ليشانج ديكسبرتيز مع الاطباء الاوروبيين والاطباء المغاربه، وهذا سي تري بينيفيك للفورماسيون كونتينيو دي فيتور ميدسان اي دي فيتور سبيسياليست. يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك. عواطف، وأكيد الأستاذ يشاركني في الكلام اللي باش نقوله، أنه يبقى دائما أستاذ أنه بحكم الاعتلالات القلبية اليوم هي ربما السبب الرئيسي للوفاة في تونس، النصائح ربما اللي يمكن تقديمها هي الابتعاد والإقلاع عن التدخين، عدم استعمال الملح والإفراط في استعمال الملح والسكر، استمرارية المراقبة عند الطبيب المباشر، وخاصة اتباع نظام غذائي صحي كي لا تحدث مثل هالاخطار اللي قد يواجهها الطبيب، هكا ولا؟ بالضبط، اكزاكتومون، معناتها العمل اللي لازم يقوموا به الاطباء في الصف الاول من من من, من العنايه الطبيه هم الاطباء لي ميدسان دو فامي، باش يقوموا ب معناتها المرضى السكري، يعطيهم الادويه باش السكري يبدا منظم. ننصحوا العباد باش يقلعوا على التدخين، خاطر الامراض القلبيه تقريبا 80% متسبب فيها التدخين، وكما قلت انت وتفضلت سيادتك انه الامراض القلبيه هي من السبب الاول للوفاه عند الانسان الكهل وعند الانسان الكبير. وتو قاعدين نشوفوا في امراض تجي معناتها اللي في العاده يجيوا في 70 وفي 80 سنه، تو يشوفوا فيهم عند الناس اللي في 40 وفي 35، اللي هي حاجه مخطره برشا. شكرا لك استاذ، موفق في تيلة الايام العلميه. هكا عواطف نكون وصلنا لنهايه نقطتنا الخارجيه، والكلمه لك.
شكرا لك إيمان صيد على ما تفضلت به أنت وضيفك، وتحية ليه دكتور والأستاذ روف دنجير، أيضا تحية لكل الأطباء اللي قاعدين يواكبوا في هذه الأيام الدولية الثالثة لجراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطة. يعطيها الصحة، قالت اللي يلزم يبطلوا التدخين هذا يلزم يتقال في كل مرة نتحدث فيها على مشاكل تهم الصحة، لأنه سبب بلاء ومشاكل كل العلل الصحية. مشكورين مرة أخرى وبالتوفيق. بطبيعة باش يقع تغطية هذه الأيام وإن شاء الله نشوفوها الأسبوع المقبل. إذا الجراحة قوتها في المؤتمرات، معك دكتور رمزي نويرة، هي السيمولاسيون اللي تصير، ما عادش نقدموا محاضرات فقط، بل فما اون انتراكتيفيتي بين الحاضرين في المؤتمرات والمستشفيات وقاعات العمليات، وايضا التجارب اللي تصير والسيمولاسيون اللي تصير على لي مانكان في وسط المؤتمرات. تقريبا كلكم هكا جراحين كل السيمولاسيون توا حاليا هو المستقبل تاع اي حاجه تكوين، وخاصه في مجال الطب، مجال الجراحه. بس هي نعطيك مثال توا في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة، ينجم حتى طبيب وحتى جراح ينجم يعمل عملية على الإنسان قبل ما ينجم يعمل عمليات على السيمولاتور بصفة مراقبة، وبعديك يعملوا كيف الامتحان بعد 30 40 عملية، كل عملية كيفاش. هل هي تعوض السيمولاسيون على الكادافر؟ بطبيعة على الجثث، خاطر السيمولاسيون على الكادافر ساعة ماهوش معناتها ظروف حقيقية، خاطر الكادافر الدم ما عادش يجري فيه وما عادش ينجم، الكادافر تنجم تعمل فيه تشريح باش ينجم يشوفوا الاناتومي، باش يشوفوا الأعضاء وكل شيء، أما العملية توا لي سيمولاتور اللي مانكان ولاو فريمون سكون ابل اون اوغمونتي، معناتها اون رياليتي اوغمونتي، ما تقولش عليك على 3D على انسان بالمجد، وخاصة توا ولاو وصلت بشوي بشوي بالتطورات ياخذوا الانسان يعملوا له تصاور مثلا سكانير ويدخلوهم لوجيسيال يعطيوه قد صفة تدقيقية، معناتها شنو اللي عنده، الكبدة كيفاش والمعدة نتاعو كيفاش، كل شيء كيف يدخل، معناتها كيف يعملها العملية من غدوة عبارة على عملها على سور اون بيرسون فيفونت. ولذا لا سيمولاسيون توا وليت موجودة في كل شيء، مثلا توا مثلا فما دي مراكز نتاع سيمولاسيون في تونس موجودين، فما على الأقل زوز اللي مازالوا في البداية، أما البداية هذه باهية. علاش؟ خاطر مثلا باش يركبوا السيروم وإلا باش يعملوا زريقة ولا باش يعملوا حتى حالات أخرين في بعض الحالات نتاع الإنعاش موجودة، ويصيروا للتكوين وللتكوين المستمر، خاصة ممرضين وديت بشوية بشوية للطب، خاطر لازمها برشا إمكانيات. صحيح. وهذا هو المستقبل. تو مثلا في قلت لك في الولايات المتحدة في العمليات، نعرف اللي في فرنسا مثلا في الأسبوعين الأولانيين نتاع أي طالب في كلية الطب يعملها زوز أسابيع، يعمل كان سيمولاسيون باش يوري كيفاش يعدي على المريض، كيفاش باش يعمل له، يحط له مثلا كل الجعبه اللي في خشمه، سوند غاستريك، سوند فيزيكال، كلهم يصيروا سيغ دي سيمولاسيون، سيغ دي سيمولاتور سي دي مانكا، وبعديك اون فوا كو سي فاليدي يعديوها وبعديك يعملوها. هذا هو المستقبل. واضح. وباش دخلتوا له. هذا اللي شفناه بالفعل في اخر في المؤتمرات السنين الاخيره هذه، الكل الناس الكل متجهه هذا هو المستقبل. الاتجاه هذا نتاع التجارب اللي تصير على باش يحسن التكوين، باش يحسوا لا 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 لا. واقل ريسك معناها بطبيعة نقص من المخاطر ولو هو معناتها تو التاثير يصير عمره ما يدخل الانسان يعمل عمليه وحده وهو ما عملش شكون ما تقولش عليه هو عملها ستاف. اما التحذير والتكوين يكون احسن على محكم خير بالطبيعه هذه. واضح. او الدراسات. نمر الى اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس، ما عادش نحكيو على الكوفيد كهو، بل حاجات اخرين كذلك باش نكمل نحكي عليهم. شوفوا هذا الروبوتاج تاعنا.
وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة حول الوضع الوبائي بالبلاد، تم تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جملة 1542 عينة تم رفعها للتحليل، لتتدحرج بذلك نسبة التحاليل الإيجابية إلى حدود 4%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية 4 من الشهر الحالي. كما كشفت البيانات الدورية المبلغ عنها خلال الفترة ذاتها عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، فيما تم إيواء 10 إصابات جديدة بالمؤسسات الصحية مقابل تماثل 86 حالة للشفاء. أرقام ومؤشرات توضح استقرار الوضع الوبائي بالبلاد في الأسابيع الأخيرة حسب إفادة اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، التي لم تخفي في المقابل انشغالها بمدى انتشار المتفرع عن متحور أوميكرون BQ.1.1 في بعض دول العالم. هذا المتفرع الجديد، وإن رجح المختصون أن يكون المهيمن في البلاد أو أن يتسبب في موجة غير حادة، إلا أنهم يؤكدون أنه لم تثبت بعد خطورته وليس له أعراض خطرة، ولا يمكن تبين مدى تأثيره على تونس إلا بعد مضي أسبوعين. من جانبه، أشار مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس إلى أن عمليات التقطيع الجيني في تونس لم تثبت تسجيل إصابات في تونس وبهذا المتحور الجديد، الذي تتمثل أعراضه في الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وبأوجاع على مستوى البطن والتهاب الحنجرة وسيلان الأنف، ليخلف بعد ذلك شعورا بالتعب والإرهاق. يأتي هذا فيما تتواصل التحذيرات من متحور جديد للنزلة الموسمية المعروفة بإنفلونزا الخنازير H1N1، والتي تستوجب إقبال الفئات الهشة صحياً على التلقيح المضاد للإنفلونزا للتوقي منها. مخاوف وتحذيرات تستوجب، وبحسب اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، ملازمة الحذر ومواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، بل واتباع جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 بجميع متحوراته، إلى جانب ضرورة إتمام التلقيح المضاد للفيروس، سيما وأن أوروبا وخاصة فرنسا تعيش على وقع موجة تاسعة من فيروس كورونا وسط ارتفاع كبير في عدد الإصابات نتيجة ظهور هذا المتحور الجديد سريع الانتشار. متحور جعل منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الفجوات والاختبار والتطعيم وأيضا الثغرات في استراتيجيات التصدي لكورونا هذا العام مستمرة في تهيئة الظروف المثالية لظهور متحور جديد قد يتسبب في حدوث حالات وفاة كثيرة. إذن دكتور طارق بن نصر، المدير الجهوي للصحة بتونس، آخر هذه المستجدات بتبيع فماش كان فيروس كوفيد كهو، وما فماش أيضا كان الشيغال، فما فيروسات أخرى تهم الشتاء. تعطينا فكرة على الوضع الحالي في المستشفيات، على أهمية ربما العيادات اللي تكون منظمة وتكون على مراحل معينة، معناها مش بالنسبة للصغار تحديدا، أيضا الشيغال وين وصلنا بارابور معناها للانتشار البكتيري أو الجرثومة. بالأيامات اللي فارطة كانت الناس كل تحكي على الشيغال، هذه مرض اللي يعطي إسهال واللي برشا خافوا منه، وتعرف الناس كل خافت على صغارها وسورتو إسهال ولا سخانة، كل الناس كل مشات تجري للمستشفيات ولا مشات حتى للزيورجانس، فهمت هذاك اللي خلى الناس عملت. لكن اللي حاب نقوله بالنسبة للشيغال، بالنسبة لتونس نجم نقول لك حتى على كامل الجمهورية، راهي ما عندناش معناتها بالنسبة لتوا. نعطيك مثلا في المستشفى بتاع الصغار، مستشفى الأطفال بباب سعدون، عندنا كان حالتين راقدين في المستشفى، معناتها عندنا صفر حالة في الإنعاش. هذه الحاجة من اللي بدات معناتها بدات ظهور، والحالة الوفاة المسجلة هي واحدة برك، هي واحدة برك، عرفت شنو هيك معناتها. من اللي بدينا نسجلوا في الحالات تاع الشيغالوز هذه، بدات من شهر جويليا، على اللي كونفيرمي معناتها لقينا لهم عملنا لهم تحاليل واثبتت الإصابة بهم، هي 88 حالة. دونك هذم استوجب إيواءهم في المستشفى تاع الأطفال، وأعطيناهم معناتها العلاج اللازم منهم. فما ستة حالات تعداوا للإنعاش، دونك هذم الستة الحالات فيهم
واحدة حالة واحدة على توفيت الله يرحمها دونك سمعنا بها. دونك شفتهم كلهم اللي خرجوا كلهم كونفيرمي وكلهم خرجوا لاباس خذوا العلاج. هو شي قال سي بكتيري مش فيروس. دونك البكتيري عندنا لي انتيبيوتيك المضاد الحيوي ليه المعروف. دونك ياخذوا هما شنو اللي يخوفوا اللي يخوفونا واللي يستوجب ايوائهم في هو كي يوصلوا العام للشياح معناتها ديزيدراتاسيون وسخانه وديزيدراتاسيون باش الوصل للشياح هذا خاطر يرد برشا والاسهال عنده برشا. دونك يلزمو يرقد مش يعملوا له البرفيزيون مش يعوضوا له السوائل وال دونك يرجعوه في ثلاثة أربع أيام ياخذ الانتيبيوتيك ويخرج. دونك شفتهم كلهم خرجوا لاباس. دونك نقص الايواء تو نقص الايواء تو قلت لك كما قلت لك تو عندنا كان حالتين كونفيرمي وباقيها كلهم ما عندناش شي قال. كيس كيل فو فير كيس كيل فو فير نبداو حاله بحاله بالنسبه لشي قال علاش زاد نقصت الحالات خاطر الناس كل تحركت والناس كل فهمت كيفاش تقع الاصابات نتاعها باش الاصابات معروفه فما الكونتاميناسيون ديريكت معناتها الاصابات تتعدى من واحد مريض واحد مش مريض دونك هذاك هو اكثريتهم الصغار هما اكثر العرضه للشي قال هذو. دونك الصغار كي بداو عندهم شي قال ولا عندهم الهسال ولا عندهم السخانه اللي نخافوا منها ماذا بينا نعزلوهم وهذاك علاش وقع عزلهم كسوا في الديار ما مشاوش يقراو دونك كسرنا العدوى معناتها العدوى ديريكت مباشر هذيك دونك قصيناها دونك قعد ياخذ التريتمون هزوها شاف طبيب تاع الصغار ولا حتى طبيب تاع الخط الاول زاد مؤهل مش يعالجوا شخص ويعالجوا دونك ما فماش حتى مشكله. من بعد عندنا معناتها المود دو كونتاميناسيون الثانيه اللي هي كيفاش يتجم يتعدى هي من الصغار كي ياكلوا حاجه هما يديهم مسخه دونك وتعرف هي العدوى هذه تجي من اليدين للفم واليدين تبدا ملوثه تبدا الصغار يمشيو للتواليت ويمشيو باش يغسلوا يديهم دونك يتعدى البكتيريا هذه تتعدى تمشي للامعاء وتكون له كل السهل. دونك وقت اللي وعينا الصغار وقلنا الاولياء راهو نحثوهم بالليمات خسرتوا في كل فحوت مش يغسلوا يديهم بطريقه معروفه. احنا معناتها في الوزاره وفي الادارات كل جهويه عملنا حصص توعويه للطب المدرسي وخرجوا معناتها وعملنا لهم وريناهم كيفيه غسل اليدين وكيفاش قبل الماكله من بعد الماكله وخاصه من بعد ما يخرجوا من المرحاض من التواليت. دونك زاد كيفاش وصلنا دونك نجموا نكسروا زاد العدوى هذه اوروفيكال. التروازيام الكونتامينسيون هي الماكله اللي ما نعرفوش المصدر نتاعها وخاصه الماء. الماء المصدر نتاعو فما الماء قاعد يدور برشا في تونس ولاحظناه اللي الماء في العباد يتباع ولا يجي بالكاميونات دونك هذاك تنجم تكون من غاديكا زاد الجرم ينجم يتعدى. دونك ماذا بينا في البيريود وفي ديما ناخذوا الماء نعرفوه المصدر نتاعو كي ناخذوا ماء سبال هذاك ماء معالج دونك ما نخافوش والا ناخذوا الماء المعدني دونك كيف كيف. دونك هنا كي عرفنا الثلاثه انواع نتاع طريق العدوى وخذينا احتياطات هكا شفتوا النتيجه بدات تنقص ومع بحول الله مشاو الامور وتزيد معناتها وتتريق ان شاء الله. هذا بالنسبه للشيغل. بالنسبه للبرونكيوليت البرونكيوليت توا البرونكيوليت هي بكت قصيبات الجويده تاع صغيرين هياتك صغيره هي البرونكيوليت هذه الالتهاب تاع القصبات الصغار هما لي برونكيول اللي عند الصغار يسميوه البرونش عند الكبار. هذا هذه مرض هذه موسميه راهو تجي في كل وقت ما يتبدل الطقس ويبرد الطقس ديما تجي البرونكيوليت هذا معناتها سي كل معناتها مش اليوم موسميه موسميه معناتها مش سنه شفناها راهي في كل عام تجي. لكن شنو اللي لاحظناه المده الاخيره في لي تروازون الاخرين ثلاث سنين الاخرانيين ما فماش جمله ما فراسك ما فماش برونكيوليت علاش؟ بقعتها كوفيد علاش؟ اي وعلاش هي بون الكوفيد خذت بلاصتها ولكن البرونكيوليت علاه ما ظهرتش؟ خاطر لي جيست بارييير لي جيست بارييير تي ابليكي على لاتر ابليكي على لاتر وتعرف لي جيست بارييير ونوتامون واكثريتهم لكن البوسان نحيناهم الغسلين اليدين الماسك التهويه دونك هذم كلهم خلاو الجريب ما ظهرتش في الاعوام الاخيره وكذلك البرونكيوليت اللي تجي للصغار تصيب اكثر الصغار والصغار باش اكثر يتصابوا بالبرونكيوليت من كيما هذم خاطر الفيروس هذا الفيروس ريسبيراتوار سانسيسيال يكون عند الكبار يجي عند الكبار باش تعطيهم بالنسبه للكبار يجيهم جوست خشمهم يجري فهمت خشمهم يجري وهو عنده الفي حامل الفيروس هذا كي يمشي للصغير ويحمل ويبوس ويلعب معاه وفهمت هذاك مش يعدي له وقتها هو الفيروس هذا. دونك كي نوليو اللي عنده توا صغير واللي عنده هذا ويبدا عنده اعراض نتاع خشمه يجري والنازله والكبار نعرفوا هذاك دونك يحمي روحه ما يخليش دونك يلبس الماسك يليفيت معناها اليوم التحرر من القيود نتاع السلامه الصحيه اللي تعاملت في كوفيد
خليت هالفيروسات يرجعوا شوية تلوث زاده كذلك التلوث نحكي على الشقال زاده التلوث حاجتين ديفيرون الشقال هذيك مربوطه بالماكله بالاوساخ واليد المتسخه والكونتاميناسيون اوروفيكال دونك الماكله تكون اي الماكله مع الذباب ولا مع الذباب الاوساخ تمشي لك الوحده هذاك عليه نردوا بالنا في الزاده دونك الشقال بالنسبه للشقال هذول ولينا تو فاهمينها والمود دو كونتاميناسيون وكيفاه الوقايه منها اما ساس غوسومبل معناها كلهم كيف كيف اي على اليد الغسل اليدين والابتعاد وما كانش حاجه مسخه تعدى اليد المسخه صحيح صحيح هذه هذاك علاش اون انسيست عند الصغار سورتو اللي نعملوا في التثقيف الصحي كي نمشيو لهم للمدارس وللروضه وللرياض الاطفال وكل شيء نعملوا لهم نوريهم كيفاش نحميو رواحنا كيف نغسلوا يدينا خاطر حتى طريقه الغسلان اليدين زاد ايتودي مش تحط الماء وكاو تمشي لا لا فما كيفاش يغسل ما بين الظوافر ما بين الصوابع دونك فما اون ميثود من هنا وكيفاش من بعد يمشي ينشف باك اللي ياخذ البابي هذاك ينشف به ومن بعد يلوحوا ما تعاودش ياخذ يعاود هذاك بيدو يعاود ياخذ جوتابل دونك يتلوحوا دونك هذا بالنسبه لل دونك هذيك علاش الجريب ما كانتش موجوده في السنوات نتاع كوفيد خاطر الوقايه كنا الوقايه كنا لي جيست باغيير كنا محافظين عليهم البروتوكول صحي تبارك الله في تونس طبقناه بالكدا وهذاك اش خلى زاد معناتها الكوفيد نقص وكذلك زاد ما ننساوش الفاكسين رجع تعبيد تلبس الماسك فهم بدات الناس خاطر ما نكذبوش عليك اللي قاعدين ما احنا بالتلاع صاير في الخارج نشوفوا الكوفيد تو في فرنسا كيما قال لك ماشيين للنوفيام فاك بالنسبه احنا ديما مخذين احتياطاتنا احنا ديما نوصيو على التلقيح قاعدين حتى وصلنا للسانكيام دوز احنا تو تعرف في الخامس تذكير نعملوا فيه للكبار سورتو اللي فاتوا ستة اشهر ما تعرف مناعه نتاع الكوفيد من بعد ستة اشهر تنقص دونك هذاك عليه تو الكبار نجيوها نكملوا القريب دونك القريب موجوده أي. التهاب القصيبات عند الاولاد الصغار مربوطه بال تنجم تكون الفيروس نتاع الجريب ينجم يعطي التهاب عند الصغار هذا اما اكثر هما اكثر من 80% سي لو فيروس ريسبيراتوار سانسيسيال و20% مخلطه تلقاها حتى لي زادينو فيروس هذو ينجموا يعطيو الو جوست مش نوضح شنو هو الصغار اللي مش يعرفوهم علامات اللي هما عندهم البرونكيوليت الصغار هما كي نقولوا صغار لي نوريسون اللي اقل من عامين اقل من عامين هما معناتها تاثر فيهم هل ما ينجموش يكحوا ما ينجموش يخرجوا كل بلغم مشكل اخرى صحيح دونك هذوما الصغار باش تبدا لهم باش العلامات تبدا من الاول هي تبدا من فوق وتبدا هابطه حتى تهبط له او نيفو دي برونش تبدا له بخشمه يجري من بعد تولي عنده كحه شيحه وسخانه تطلع من بعد تولي عنده ضيق تنفس ضيق تنفس يوصل حتى به تولي تسمع صدره يزفر تصفير دونك هذا هما لي سيني اللي تخلي دونك كي يوصلوا لهذا يلزمنا فيسع نهزوه لاولادنا للطبيب الطبيب حتى الجينيراليست والطبيب الصف الاول ينجم يبو انترفونيغ طب الكل يقولوا ما تجيبوناش الصغار وقت اللي يبدا عندهم هالالتهابات هذوما بداوا الالتهابات ما تجيبوهمناش دون ما تجيبوناش مؤخر ودو ما تجيبوناش بكري على خاطر توا في لي زيرجونس معناها في الاقسام الاستعجاليه نتاع الاطفال يبدا فما امراض اخرى، فما بكتيريات اخرى، فما جراثيم اخرى وفيروسات. اليوم يوصيوا الاطباء يقولوا نحب نعرف ناخذ فكره معاك على نسبه الاكتظاظ بالنسبه للاقسام الاماميه معناها لا بروميير ليني الخط الاول ايضا الاستعجالي وتحديدا الاطفال معناها اقسام استعجالي الاطفال. سؤال يعطيك الصحة في تونس خاطر نتصور كيما في تونس كيما في الجهات الأخرى الجهات الأخرى سيسيور هي الأيمات كيما قلت لك ظهرت حكاية شيغيلا والتغطية الإعلامية اللي وقعت عليها وخلت الناس خايفة الولد واللي حتى عنده شاي سخانة ولا عنده فهمت في ساي يسرع به وين يهزوا للاستعجالي دونك والبيريود هذه الدنيا بردت الشتاء رجع وبدات فهمت فما زاد أنواع نتاع سخانة نتاع شوية زاد ضيق تنفس دونك كثر ألوغ بالحق الاستعجالي لاحظنا كثر وخاصة في الاستعجالي نتاع قسم الاطفال تاع المستشفى الاطفال ببسعدول الوغ يوصلوا مساكن حتى 800 معناتها كونسلتاسيون عملوها بار جور وكي يقولوا لي اللي اكثريتهم راهم ما يستحقوش الاستعجالي دونك يجيبوا صغارهم يحطوهم مع كيما قلت انت حتى فما جماعه بالحق هما مرضى وعندهم يتعداو يجموا يريسك يتعداو اور هما عندهم حق زاد يخافوا على اولادهم مش يحبوا يطمنوا لكن هذا كله يا اخي ما فماش مراكز تاع صحه اساسيه في البلاد فما عندنا المستوصفات تخدموا عندنا المراكز نتاع وقايه
معناتها الصحه نتاع الام ورعايه الام والطفل بي ام اي، زاد هذوم كلهم مؤهلين، فيهم لي بيدياتر، فيهم طلبه الصغار، عندهم الاكسجين معناتها لي سورس دوكسيجين موجودين، هذوم كلهم يجموا يهزوهم غاديكا في الصباح وفي الوقت اللي يبداو موجودين. طب التشخيص سهل، كان يلزموا شويه اكسجين ولا شويه ايغوسول يعملوا لهم، يعطيهم الوصفه الطبيه ويروحوا. دونك هذوم كله ينقص الاكتظاظ على الاورجونس. دكتور الاولياء الكل يوصلوا لليل، يحبوا الليل هذيك هي 17 والله 24 24 اللي يخدموا كل الناس كل جايبين هكاك لا ينفعوا رواحهم ولا ينفعوا الناس الاخرين بالضبط. دونك فما كيما قلت لك تغطيه صحيه في الصباح موجوده، في العشيه عملناها احنا راهو فما بيريود، جينا حتى المستوصفات هذوما وخدمناهم اون بيرمانونس للبرونكيوليت هذوما، يبقى ما يجيوش المواطنين ما يجيوش. يقعد الطبيب والطاقم الطبي على ذمتهم قاعدين نستناو الاكسجين حاضر، حضرنا احنا من كل جميع ما افيك سا وبيدياتر وكل شيء حاضرين وما يجيوش، يجيش واحد ولا اثنين هكاهو. دونك ما نعرف بوتيت في الثقافه تاع تونس الديسباتشينغ ماهوش معناتها رغم ما عملنا لهم نعلموهم راهو تنجم تجيبوا العشيه كان روحت مخر وتنجم افيك سا، ما يحبوا يبريفير يمشوا ليزورجونس كيما قلت انت في الليل يروح يمشي يهز مستوصيت محلوله في العشيه. لا لا قلت لك عملناها اي بالبرونكيوليت هذو عملناها في قداش من تو موجوده؟ لا تو لا اما عملناها وما نجحش قلت لك جربناها في برشا معناتها نخليو طاقم طبي وكلهم كامل متكامل وافيك سا ما يجيوش بل ريموند مش ضعيف غادي من ضعيف. فما امكانيه ترجعوه ولا لا؟ بون كان الحاله ماشيه بالنسبه نجم نعطيك توا ايش عندنا في المستشفى نتاع الاطفال بالنسبه للبرونكيوليت عندنا بشير حمزه متعرف فيه اربع اقسام عندنا 82 حاله نتاع برونكيوليت راقدين دونك يعطيو فيهم شويه الاكسجين شويه الفم. حالات متقدمه هذيك الحالات متقدمه عندنا 11 حاله في الانعاش دونك برونكيوليت برونكيوليت يوصلوا لحالات متقدمه من داخل الجمهوريه و تعرف هو مستشفى الاطفال نتاع تونس هو يجيو من كل الاماكن دونك فما بالنسبه لتوا لطف عليهم اي هذوما اللي عندنا دونك بالنسبه للحالات دونك لو كونسي انكم حاولوا تعديوا على صغاركم في المستوصفات حاولوا تنقصوا في البي ام اي في نتاع رعايه الام والطفل ماش واجب علاش نمشيو للاورجونس فما حالات تاع اورجونس لازمك هذاك يتنقل اذا الولد وصل يديه زريق شفايفو زريقو سي سوفرونس معناتها عنده مونك دوكسيجين التصفير صدرو يزفر ما عادش يحب يرضع وصل للسوء تغذيه هذو كلهم حالات تاع حاله استعجاليه وقتها بالحق هذه الحالات اللي لازم ياخذوهم اون اورجونس وكما قلت انت معناتها مستشفى الاطفال هو المؤهل مش ينجم يرقدهم هذيك الانعاش شوي دكتور اذا كوفيد كنا نشوفه في التقرير والمتحور الجديد فما معلومه خرجت في صفاقس لكن سانتويت كونفيرمي كو بمستشفى والمخبر المؤهل لذلك المرجعي نتاع شانيكول وشارنيكول شارنيكول وباستور دونك لحد الان مازال التاكيد ما صارش ما عندناش بالنسبه للكوفيد التاكيد او ما فماش وما فماش بيان سور كان فما حدا سمعنا وتهنى معناتها بالنسبه لوزاره الصحه نعلموا ما فماش اون اليرتي وفما فيجيلونس بالنسبه للكوفيد الحاله الوبائيه بالنسبه للكوفيد والله الحاله الحقيقه نشوفوا حتى اقل من 5% دونك فما مثلا في تونس عندنا نسجلوا باللي كونفيرمي معناتها كي يعملوا بي سي ار بوزيتيف ولا تي دي ما يفوتوش حالتين في النهار داكور دونك ما فماش معناتها وبرشا الليمات يمرضوا بالنزله الوافده هذه نتاع الجريب ونقولوا بلاكش تطلع كوفيد دونك مش نقطعوا الشك نعملوا فما يعملوا البي سي ار ويعملوا التي دي ار زاد كيف ونلقى نيجاتيف دونك الفاكسان تاع الجريب موجود؟ موجود الفاكسان تاع الجريب بالنسبه للي هو مجاني للناس متقدمين في السن واللي عندهم امراض مزمنه سي سا والسنا لافونتاج نتاع الفاكسان تاع الجريب فيه اربع انواع نتاع لي سوش كات سوش معناتها اربع انواع نتاع جريب دونك اول مره يظهر لي ونستنى نعملوا الكاتر هذم انواع نتاع الجريب يظهر لي حتى عامني ولا يظهر لي سنة كان من دونك خاطر انا كي نشوف البري طلع معناها راهو اكثر به اكثر سوش اي في اكثر سوش دونك سنة عنده تغطيه اكثر اكبر بالنسبه للي عملناه ووزعناهم على المستوصفات الكل شكون الاولويه للكبار السن خاصه وللي عندهم امراض مزمنه دونك الفم اللي جاوا خذاو الفاكسان هذا تاع الجريب وفما اللي مشاو اقتناه من الصيدليات الخاصه دونك هذاك كذلك راه موجود متوفر بالنسبه لتو لي سوجي اللي هما اريسك اللي معروفين الكبار واللي عندهم امراض مزمنه واللي خايفين سورتو تو ماشي وزاد تبرد الدنيا دونك ماذا بينا يمشيو يزرقوا ضد الجريب هذه واضح اذا نمشيو للفاكسان خليني اخذ لاكتواليتي ما انتش باش نتلهي بك بالكدا دكتور
نويرة. بالنسبة للمراكز نتاع تلقيح كوفيد مازالوا نعرف اللي تبدلوا واللي تبدلوا قاعدوا هما بيدهم، تعطينا فكرة في تونس العاصمة شو هما المراكز اللي هما معنيين بالتلقيح للتعزيز بالطبيعة؟ خاطر هما متوفرين مازالوا متوفرين؟ أنا عندنا سبيزيون اكتفاء ذاتي عندنا اكتفاء ذاتي وأكثر من ذاتي. بالنسبه للي كيما قلت لك راهو فما شكون اللي فات معناتها اخر تعزيز معناه عملوه عنده اكثر من 6 اشهر، وتعرف هو معناتها الفاكسان هذا يعطي معناتها الفاعليه نتاعو تنقص والنجاعه تنقص من بعد 6 اشهر، هذاك علاش نخاف واحنا ترجعش بحكم تعرف الدنيا قريبه لبعضها ولا متحورات خارج حدود الوطن يقولوا يدخلش عاود الفيروس هذا يعاود واحد عنده المناعه ناقصت ولا ما عادش عنده المناعه الكافيه، دونك ماذا بينا ديما ناكدوا على تعزيز المناعه، دونك لاحظتوا اللي برشا كبار السن وفوق سنهم حتى فوق ال50 وهذا جاتهم ريس ارساليه نتاع تعزيز المناعه نتاع الخامس حتى وصلنا الخامس جرعه، دونك ويحدوا لهم حتى البلاصه اللي يمشيوا فيها، لكن مش بشرط يمشي لك البلاصه اللي حدد هو مثلا في بلاصه يعرف فيها المستوصف اللي يزرق ينجم يمشي عنده لك الكود نتاعو ايفاكس قديمه هذاك يوريه لهم ودونك هما يثبتوا اللي عمل 6 اشهر وفهمت ينجم ياخذ. والاقبال كيفاش ترى فيه؟ كيفاش تقيمه؟ الاقبال الحقيقه ناقص شويه، دونك في تونس احنا نسجلوا اونتر 40 و70 معناتها فاكسان باغ جور نعملوه في 6 مراكز، والسته المراكز اللي مقادينهم توا يخدموا نجم نقول لهم لك اللي هما عندنا مركز جهوي قار تسمى، خلينا مركز جهوي قار اللي هو في باردو في دار شباب بخزندار، دونك هذا يخدم 6 ايام على 7 كان نهار الاحد ما يخدمش، هذا مركز جهوي القار. بالنسبه للمرسى عملنا المركز الوسيط بالمرسى اللي هو يجي وراء الملعب تاع المرسى وراء استاد المرسى، فما مركز هذا وسيط يخدم زاد 6 ايام على 7 من 8:30 من 8 حيدر استاد وراء استاد المرسى، دونك معروف المركز الوسيط هذا تاع المرسى. بالنسبه للعمران في العمران في جهه العمران عندنا مركز الصحه الاساسيه بجبل الاحمر زاد كيف يجمو ياخذوا التلقيح هذا تاع الكوفيد. بالنسبه للسجومي عندنا المركز الوسيط تاع الليترات اللي هو في حي الطيران زاد يعرفوه الاهالي غاديكا. في الورديه زاد عملنا المركز رعايه الام والطفل بالفيو بالورديه كيف زاد يخدم 6 ايام على 7. وفي سيدي حسين عندنا المركز الوسيط بطريق العطار سيدي حسين، دونك اون تو عندنا 6 مراكز بولايه تونس نجموا يمشيو وياخذوا الجرعات اللازمه. واضح. اذا نمر الى تقعد معنا دكتور طارق خاطر يهمك زاد الموضوع. تابعنا. تابعك مادامك شارنيكول في تونس العاصمة دونك تابعك. شارنيكول اليوم قام بمبادرة قبلها هي ربما كانت فما قافلة صحية مشات لمدينة تطاوين. كي تعطينا فكرة على كيفاش جات هذه القافلة؟ لأن قبل كانت القوافل الموجودة وماهوش فايل عرفت، توا ولات قافلة تمشي ولا فايل للناس اللي موجودين باش يستنفعوا بها الخدمات الصحية من الاختصاصات المتعدة، وأيضا فايل للأطباء وخاصة منهم الجينيراسيون الصغيرة اللي شيخين عليها يحبوا يخرجوا معناها مع لي سينيور نتاعهم مع اساتذتهم ورؤساء الاقسام لتامين هذه الخدمه الصحيه خارج المستشفى. صحيح. المبادره هذه كانت من طرف جمعيه خيريه جمعيه وندي وندري اللي تراسها السيده دوراغار علي. المبادره مش هي الاولانيه، عملت على الاقل 2 قوافل قبل، واحده لتوزر واحده لجندوبه، وهذه القافله الثالثه اللي مشينا بها لتطاوين. صارت هذه القافله نهار 12 نوفمبر تمام بالسنه عند واحد شهر الحكايه، وتنقلوا عديد من المختصين ومن الاختصاصات هذه، ما مشينا احنا في جراحه العامه. قدام طبيب مشى؟ مشاو حوالي 25 طبيب. كلهم جراحه عامه؟ لا 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 اختصاصات متعدده. هذه الاختصاصات جراحه العيون والجلده والقلب والاختصاصات الكل حسب الاحتياجات المتطلبات نتاع. هي مساعده للمستشفى يعني فين كانت؟ كانت بطبيعه بالتشاور مع الاداره الجهويه في تونس والاداره الجهويه في تطاوين، وشوفوا شو الاحتياجات نتاع السبيطار تطاوين واهالي تطاوين، وتنقلنا بعد هذاك. كانت باش تصير فينا؟ كانت تصير في جربه؟ نو كانت باش تصير في جربه، وبعديك جات
الفرنكوفونية التزامنت مع المؤتمر بتاع الفرنكوفونية والتي تحولت التطاوين. جاءوا معناتها على عملوا أكثر من 1200 عيادة في أقل من 24 ساعة على 3 مراكز في تطاوين في رمادة وفي معتمدين السمار. ومشينا احنا تلقنا معناتها في الجراحة العامة، شفنا قسم الجراحة العامة غاديكا في فريق متميز على رئيس على رأسهم سي عصام الكيل، أما فما بعض النقائص واحتياجات، خاصة أهم حاجة هي نقص في أطباء التحضير الإنعاش، اللي هذا نقص هو مش نقص خاص بولاية التطاوين، نقص على المستوى القومي وعلى المستوى العالمي. لازم تعرف اللي أي عمل اللي نعرفه الأطباء المختصين في التحضير والإنعاش في ساعة يعملوا يكملوا قرايتهم ويكملوا استاجاتهم ويكملوا المدة المعينة باش يكونوا فيها في المستشفيات، وفي ساعة يخرجوا في ال اللي قلت لك خاطر النقص هذا موجود عالمي. حتى النقص هذا كيف يبدا هو موجود في حتى البلدان متقدمة طبيا متقدمة في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في ولا حتى في الشرق الأوسط، معناتها في دبي ولا بالطبيعة، ولا في السعودية الناس تمشي بالطبيعة باش يلقاو فرص هكا في تونس باش يضعف النقص هذا. والنقص هذا موجود غاديك في التطاوين، معناتها مش بصفه متواصله، اما تو الوقت موجود، الوقت الحالي موجود، ولذا هذه حاجه. ولقينا الاجال نتاع المواعيد يستنى العمليه مواعيد، ولذا في نطاق شراكه بين زوز اقسام نتاع قسم الجراحه في التطاوين وقسم الجراحه في شارلي كول، احنا معناتها اقترحنا عليهم باش نعاونوهم. يعني ما اقتصرش العيادة على عين مكان وكهو عطيتهم، شفنا غادي وشفنا غاديك وعملنا اتصالات معاهم، وبعديك هذيك جسمت قافلة متحولة، معناتها احنا مشينا للتطاوين وبعديك اهالي جبتوهم الاهالي هما جاوا بعد ما شافوا الاطباء غاديك المختصين في الجراحة في التطاوين، اختاروا احنا عطيناهم قلنا لهم جيبوا حتى 40 ولا 50 مريض، شافوا اللي لقاو 20 مريض اللي هما الامراض حاضرين بشي حاضرين ويستلزموا معناتها يستحقوا تدخل حضور تدخل جراحي، وخاصه تدخل جراحي بحضور طبيب تخدير انعاش، وخاصه الناس اللي هما يستناو في اجيال بعيده ياسر. شنو كانت تقريبا بصفه عامه معناها شنو كانت التدخلات نتاعكم؟ التدخلات سهله ياسر، المره هذه بديناها بحاجات سهله، تنقول لك بعد هيك احنا باش نشوفوا روبوتات جراحه المراره، معناتها حجر المراره والا المراره سي با اون اورجونس، كيف تبدا في حاله معناتها كومبليكي لقيتوا ناس تستنى، معناها لقينا ناس تستنى، خاطر هو فما الحاجه في المراره اللي تعطي وجيع خفيف ونجم نستنى، وخاطر ما تنجمش تعمل عمليه، اما الحجر كي يخرج ويمشي لبقايا الحجر كان يتحول للمجرى الاساسيه للقرنيه المراريه، فهمتني، هذيك تجب تعطي مخلفات اللي هو الصفره في العينين والالتهاب في المعسكره هي البنكرياتيت. دوك هذه العمليات لازم تعملوا في اقرب الوقت، والناس معناتها حتى عمليات اخرين عملناها من الفتق، احنا بديناها بالمراره ما جاوا ناس اخرين عندهم فتق، اللي هو نجم هو بيدو يعطي مضاعفات كما الاختناق اللي هي حاله اللي تستلزم تدخل جراحي في حاله استعجاليه. جاوا هذوما اخترناهم وعملنا لهم عمليه بعد ما شافهم طبيب تخدير الانعاش، شافهم طب القلب، عملنا لهم تصاور، صار معناتها تضافر جهود عديد اختصاصات في وقت وجيز. جاءوا نهار السبت نهار 3 ديسمبر ونهار السبت مبخر وفي نهار السبت في الليل ونهار الاحد رقدوا شدوا فروشاتهم وشافوهم وعملنا لهم الدوسيات نتاعهم باش حضروا، وبدينا عملنا العمليات في نهارين جندت. ونشكر كامل افراد الفريق الطبي بتاع قسم الجراحه، خاطر ما فماش جراح ما عملش عمليه وتواصلوا كلهم وتجندت وكانوا متفاعلين مع المبادره هذه، وعملوا لنا عمليه في نهارين، ارتاحوا نهار وروحوا نهار الخميس للتطاوين خرجوا لاباس. وباش يقعدوا تتبعوا نتاعهم بالطبيعه، قعدنا معناتها باتصال مع رئيس القسم غاديكا باش قلنا له شنو اللي صار وما صارش. هذا باش يصيروا بعض المبادرات اخرى، خاطر هذايا احنا عملناه في نطاق شراكه
كبيره ياسر. هل هو معناها اكيد انها منظمه العمليه؟ معناها انت اكيد عندك ضغطك زاد وعندك ناسك وعندك تونس وعندك رونديفو تاع تونس، هما التوانسه يتشكاو اللي في الكابيتال اللي في في العاصمه يتشكاو من المستشفيات ومن التاخير في العمليات، معناها انت مززي جماعه تونس معناها. هما وخرنا عليهم كان نهارين ونهارين احنا دونك الاخرين بروغرامي وخرنا عليهم نهارين وخذيناهم الايامات اخويا قسمناهم على قيد الجمعه، معناتها الناس اللي ما جاوش اثنين وثلاث خذيناهم ثلاث خذيناهم الاربع والخميس والجمعه وما كملناهم معناتها ما صار حتى تاخير. معناها عمليه منظمه وما اثرتش على المرضى بتاع العاصمه اللي موجودين من قبل. حتى بتضر من لا لا اكيد اكيد مادام منظمه وباهيه برشا انه زاد كيف تعرفوا وقت الذروه نتاعكم بارابور معناها لي باسيون اللي يهموا شار نيكول واللي موجودين قريب من العاصمه حتى تتم هذه العمليه بهذه الدقه وهذا النجاح. ناخذوا فكره من خلال هذا الروبورتاج على ما صار في هذا القسم، قسم الجراحه العامه بمستشفى شار نيكول، بعد ما مشاو لتطاوين وبعد تشخيص اللي صار وكيفاش كانت العمليه نتاع ايوائهم والقيام بالعمليات الجراحيه. 20 تقريبا تونسي مواطن تحصل على هذه الخدمه الصحيه وهذا التدخل الجراحي في شار نيكول في قسم اللي يراسه الدكتور رمزي نويره. نشوفوا هذا الروبورتاج ثم نعود. متابعة للقافلة متعددة الاختصاصات التي نظمتها جمعية وان داي وان دريم لفائدة ولاية تطاوين، تمكن مجموعة من المرضى من التحول إلى مستشفى شار نيكول للقيام بعملية جراحية. في نطاق شراكة باش نداو نجيبوا بعض المرضى اللي نقصوا من العدد اللي هو المرضى اللي قاعدين يستناو في العمليات، نجيبوا المرضى اللي يستحقوا البنش، وهذا عملية الأولانية، أما الشراكة هي فيها عديد من العمليات، اللي احنا باش نوريو ممكن يجيونا نعمل العمليات الكبار ولذا نتعاملوا على العمليات الكبار ونعملوا سكون ابيل ان ترانسفير دو كونيسونس اللي هما يجيو ونجموا حتى احنا نمشيو مثلا اخترنا كي جرحت الاورام بالمنظار اللي هما يبداو يعملوا فيها احنا عندنا هكا خبره اكثر نجموا نعملوها معاهم، ولا جراحه السمنه اللي هو كما تعرفوا مرض وحاله ولات متفشيه في تونس، حوالي معناتها تونسي على خمسه عنده سمنه، والسمنه توا حسب الجمعيه العامه المنظمه العالميه للصحه ولات حاله مرضيه، ولذا احنا حكينا معاهم اللي مثلا احنا القسم تاعنا يعمل جراحه السمنه منذ 19 سنين ونجموا كيف نجموا نعملوها في تطاوين. 20 مريضا تم اختيارهم للتحول الى العاصمه، مرضى طال انتظارهم للقيام بعمليات جراحية في إطار شراكة بين المستشفيين. كلمنا الإدارة قالت لي أقعد يا كاكتي توجو غادي من ولاد ملمو. الحمد لله جزاهم الله بالخير. بارك الله فيكم جزاكم الله بالخير ونشكر تونس وكل وربي يخليكم وربي يعليكم إن شاء الله. قديش قعدت تستنى باش عملت العملية؟ غادي جاي عام ونص بهيك الكورونا، ساعة تحضروا الدوسية. قالوا لي ما قدوش نجموا نظموا عليها، خلوها ترتاح، اكون شديت الرجل نقلت لي شيء كان وخضار بس. اسباب القافله باش جينا احنا جينا كان موال القافله باش جينا. ايه والحمد لله. على شنو عملت العمليه؟ اه العمليه على شنو عملتها؟ عملتها على الفتق. العمليه هذه عملتها ثلاث مرات. والحمد لله ان شاء الله كل مؤمن في خير. ان شاء الله لاباس هكا حد لاباس اخويا. وكيفاش كان توضعكم لهنا في السبيطار؟ والله يرحم الداهم وكل استقبال طيب والاخيان اللي طارت زاد الموجودين هنا كثر خيرهم ويرحم الداهم. انا مقيم في السبيطار في قائمه الانتظار، وقائمه الانتظار تطول وربما تطول جدا، ولكن سخرهم ربي جبدوا اسمي بالقافله وقاعد حتى عملوا لي تليفون، واستغربت الاستغراب الشديد اللي عندها إداير وعندنا مواطنين وعندنا موظفين اللي يعملوا هذي. جاء تليفون قالوا لي انت بتعمل مرارة، قلت لهم انا يست من عملان، قالوا لي بتجي توان فهموك. اتصلت بالمستشفى الجهوي في تطاوين وقالوا لي تم هكا وهكا. استبشرت وتمكنت باش تجي لتونس لهنا. تمكنت واستبشرت خير. انت توا عملت العملية وباش تروح تطاوين ان شاء الله ولاباس.
ان شاء الله لاباس على كل حال لاباس الحمد لله مازلت متقلق شويه لكن لاباس الحمد لله. انا عديت في جوا وبرس قعدت نحضر في الملف نتاعي يدوم مكمل الحكايه جمعة جت حكايه القافله هكا وسجلت فيها وجابوك لهنا مع تل شارنيكول. جينا نهار السبت لهنا وعملت العمل عملت تامس نهار لاباس الحمد لله. وكان قعدت غادي في تطاوين كانت صعيبه باش انك تعمل عمليه في سان كنت راني قعدت نستنى برشا خاطر ناقصين طب اختصاص غادي. قسم الجراحة بمستشفى شارنيكول تجند لاستقبال هؤلاء المرضى وتوفير أفضل الرعاية لهم والسبل الكثيرة لإنجاح عملياتهم في ظروف حسنة. جيت القافلة نهار السبت ومعناها واستقبلناهم وجيوا معناها حتى اللي طاقم الكل من أطباء وممرضين وعملاء الكل معناها تجندوا العملية والحمد لله معناها تمت بنجاح وتوفيق من عند من الله وان شاء الله معناها حاجات كيف هذه خاطر المرض ما يستنيش معناها وسيرتو في الحالات الجراحه يعني فما حاجات اللي هذوما معناها تتعكر حالاتهم كي يبقاوش يستناو معناها ديما معناها فما كيما حالات تصير فيهم دي كومبليكاسيون مثلا المراره ولا الفتق يكون في حاله معناها عاديه معناها وكيف باش يقعد ينجم تتعكر حاله. العمليه هذه ما الا النقطه الاوليه اللي نبداو بها الانطلاقه باش نعملوا العمليات هذه هاو جاو تمكنوا ولو هو مشقه الطريق وبعيد و500 كيلومتر اما تمكنا باش جاو وعملوا العمليه والحمد لله كل شيء صار احسن نظام في ظروف امنه بالنسبه لل وعلى ذاك حبيت نشكر كامل الطاقم الطبي تاع القسم اللي خدم معاه جراحه من الاخصائي من الداخلي الاطباء الداخليين اللي هو عملوا دوسيات نارولين وحتى كامل الجراحه اللي في القسم كل واحد شارك وعمل العمليه على الاقل ولا اثنين من العمليات هذوما وخاصه وزاد الفريق تاع قسم التخدير والانعاش والاداره اللي سهلت لنا خاطر هذايا عملناها في فتره وجيزه في نهارين تمكنا باش نعملوا العمليات الكل باش نعملوا لهم حتى تقييم تاعهم. هي بادرة أولى وكانت ناجحة في انتظار بوادر أخرى ومع مرضى آخرين سواء من ولاية تطاوين أو غيرها في إطار شراكات بين مختلف المستشفيات العمومية. دكتور بن نصر سهل أنك تقوموا بقافلة صحية نقل بين المدن خاصة تخرج من العاصمة مع الإطارات الطبية هو كل شيء يكون مبرمج معناتها يعلمونا نتصلوا بال معناتها رؤساء الاقسام اللي هما نقولوا لهم راهو اسكو فوزيت انتيريسي دونك وننسقوا مع المدير الجهوي بيان سور نتاع مثلا مع المار هذه نسق علاش ما نراوهمش برشا؟ والله المبادره وراها جمعيه اكيد معناها لكن علاش المبادرات هذه ما تصيرش ايضا؟ هي واقعه قعدت فان بيريود نقصت اما كانت قبل تقع فما اللي ما تصوروش اللي ما نسمعوش بهم ما نسمعوش بهم هذيك المشكله احنا فما برشا حاجات ايجابيه تقع في الصحه مالوغوزمون ما نعلموش عليها فما نجاحات كذلك طبيه ما نعلموش عليهم وهذا كله كان تلقى حاجه خايبه تو الناس كل تحكي بها اما الحاجات الباهيه برشا حاجات عنده باهيه في ترى اللي ما يتعداش في وقته ذاك اللي يعملوا عليه حسن التعاون هذا بين مستشفيات جهويه ومستشفيات جامعيه كان موجود قبل وتوجد وما كان ربما ما نعرفش هل هو مأطر فيه قواعد معينه فيه قوانين معينه والا لا الناس تعرف بعضها نمشي سيتي معناها هي انيشيتيف نتاع اطباء رؤساء اقسام يتفاهموا من بعضهم بوركو با ما نمشيوش نعرف اللي كانت موجوده هكا لكن اليوم علاش مش اوتوماتيك علاش وقت اللي احنا نتزازاو وقت اللي نجموا وقت اللي نقولوا اللي احنا اليوم نجموا نقبلوا طاقه استيعاب تكون اكثر من الناس اللي قاعده تجينا من الجهات القريبه معناها والله النقص جغرافيا اي النقص الموجود في خاصه في طب الاختصاص خاطر في الطب العام ما فيش حتى نقص معناتها موجود وفما اكتفاء ذاتي والحمد لله داخل المناطق اما نقص في هذا يحاولوا على معناتها توا قداش من عام نشوفوا برشا حلول معناتها مش باش ندافع توا على سي طارق ولا الوزاره اما برشا حلول حاولت توجد
حل من الحلول اللي هي الوزارة بصفة عامة وخاصة باشتراك مع كلية الطب نلقاو شراكة، شراكة باش كل قسم في اختصاص معين يلقى شراكة مع قسم من ولاية من ولايات. تبقى ما صارش هذه التقسيم هذه بصفة رسمية. نذكر كان فما جملاج ما بين موجي سليم وسبيتار جيهم تاع جندوب مثلا، علاش في جراحة العظام مثلا علاش يصير هكيك؟ خاطر يصير مثلا خاطر فما كانت فما بعض العلاقات بين مثلا رئيس القسم في قسم معين وهو مثلا اصله بدا جندوب ولا اصله من طنطاوين، ما صارتش بصفه رسميه. اما السياسه هذيك كانت تكون ناجحه، كانت تكون ناجحه خاطر كان تصير كان كل قسم ياخذ بعين الاعتبار ويعمل رعايه مخصصه للقسم اخر، حتى على الاقل تو تعرف موجود تيليميتين حتى باش يتشاور، حتى معناتها وتعرف ينجم لانترفونسيون ا ديستانس المرضى، ينجم حتى مره في الاسبوع ولا مره في الشهر فريق طبي يتحول للجهه هذيك باش يمشي يعمل عمليات. هذا اللي موجود وموجود هاو كيما قلت تعرف فما حاجات موجوده. مثلا نعرف نقلنا احنا التطاوين شفنا اللي مثلا المستشفى الجهوي بصفاقس قاعد يقوم في مجهود كبير ياسر يعاون في جهه التطاوين. تو نقص شويه بكوفيد اما قاعدين يرجعوا قاعدين يمشيوا يعملوا في الحصص الاستمراريه في القاعد يعملوا. اما تبقى فما مثلا نقص في التخدير والارعاش هذا ما نجمش، فما نقص في مثلا في قاعات العمليه مثلا يعمل رئيس القسم يقول لي نجم نعمل كان زوز عمليات في النهار، هو القائمه اللي عنده تاع العمليات فوق 250 وليد على ذلك احنا جبنا. ولهذا معناتها انا تو باش ننوه بحاجه اللي هي عملناها معناتها بصفه استثنائيه في مستشفى شانيكون، وانا هذه بادر اول بادر نعملوها معناتها وصلنا باش نجمنا عملنا العمليات هذوما في عقد الجيز، وصلنا حلينا خمسه قاعات عمليه فرد وقت. هذه كان نجموا نعملوها ديما، علاش خاطر احنا تو مازلنا ناقصين بعض الاطارات. اما قادرين نشكر كامل اطار شبه طبي وخاصه تاع قاعه العمليات جنود الخفاء قام اي جردوا وخدموا بين زوز قاعات باش عملنا العمليات هذه في وقت وجيز باش ما يقعدوش اكثر الكاباسيتي. ويا ريت يقعدوا خمسه قاعات عمليات هذو يقعدوا يخدموا بصفه مستمره. علاش؟ خاطر نوليو المبادره هذه ما تقعدش مره في الفيل، نجموا نعملوها بصفه متواصله كل شهر ولا كل شهرين يجيو تجي قافله وتجي حافله من تطوير بعض العاد. وفي نطاق الاستمرار بتاع القافله هذه وبتاع المبادره هذه بدينا معناتها صار اتصال مع رئيس القسم اللي هو بعض العمليات اللي هما اصعب شويه اللي كل العوامل الغاديكة مش معناتها موجوده باش نجم نعملوها، ولذا باش نوليو نعملوا توا في نطاق نقل المعرفه ترانسفير دو كونيسانس باش يولي هو يجي مثلا يعمل عمليات معنا واحنا نمشيو الجراح اللي موجود في تطاوي اي بعض الجراحه وبعض في برشا محاور معناتها وينجم يقع تعزيز وزيد العمليات هذوما العمليات بصيره معناتها بسيطه والطاقم والجراحه نتاع مستشفى التطاوين يعملوها ما فما حتى هي اما باش نحاولوا نطوروا معناها اليوم النجم نشوفوا رئيس قسم النجم يتحول ولا اطباء مختصين مقيمين ينجموا يمشيوا للتطاوين باش يعاونوا الستاف اللي موجود هي صارت في توزر صايره في الاشعه. احنا ما خبيش عليك احنا في قافله التطاوين هذه معناتها التطاوين القسم بتاعنا بصفه عامه والفريق بتاعنا عنده تاريخ مع تطاوين. احنا كنا نمشيو مع قوافل عندنا 15 سنه وانا شخصيا من اوائل العمليات بالمنظار جراحه المنظار والعمليه بالمنظار تاع المراره عملناها غاديكا وقت اللي علو وقت اللي كانت فيل تو بالطبيعه ولاو يعملوها ويعملوا حتى جراحه حتى متقدمه ونحاولوا نطوروا احنا الاطار غاديكا الطبي اللي باش يخدم غاديكا نحاولوا نطوروه نوجهوه في احنا عندنا محاور احنا ممكن متطورين احنا اكثر عنا بعد التبادل المعرفه بيناتنا عندنا تفاهمنا باش هذوما ساعه المرضى اللي متفاهمين قاعدين يستناو عنده برشا ويستحقوا تحاولوا تخفوا عليهم الانتظار عليهم الاجال هاك شوف بعدها ممكن ما تعداش في الروبورتاج ما فما ناس استنى في 3 سنين و3 سنين ونص باش يعمل عمليته معناتها اجال كبيره برشا
نخفوا عليهم ولو احنا عندنا اما ضغط ضغط اما نجموا نعملوهم في قديش قديش نسبه انكم التدخل هذايا تقوموا به في السنه مثلا يعني الريتم ما فماش انت واحتياجات انا الاحتياجات معناتها انا قلنا احنا 20 برشا ديسبونيبيليتي 20 والحمد لله وعملناهم وروحوا معناتها وما اثرش وما عطلش لا 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 المواعيد الاخرى اللي موجوده المواعيد الاخرى والخدمه نتاعنا ونحاولوا نطوروا معناتها احنا عندنا المحاور اللي نحبوا نزيدوا نطوروهم جراحه الاورام الجهاز الهضمي بالمنظار اللي هما بداوا يعملوا فيها اما احنا عندنا اكثر خبره ونجموا نتبادلوا الخبرات ونجموا احنا نعاونوهم ونجموا نعملوا جراحه الكبده اللي هما معناتها بداوها وبعدها باش يجيو بعد وخاصه فتني غير تفهمنا اللي فما جراحه مش موجوده غادي واللي احنا عندنا خبره صغيره فيها اللي هي جراحه السمنه خاطر السمنه توا ولات مشكله كبيره ياسر في تونس سي ان بروبليم دو سانتي بيبليك اللي توا الاحصائيات والارقام مفزعه السمنه في العالم وفي اجمع وخاصه في تونس نعطيك بعض الارقام اللي حسب المنظمه العالميه للصحه توا قريب مليار نسبه في العالم معناتها في حاله سمنه خليها المنظمه العالميه للصحه قرر اللي هي السمنة ولات حالة مرضية ما عادش اللي السمنة وكهو معناتها مظهر خارجي ولات حالة مرضية مستعرفة بها المنظمة العالمية للصحة ولو وقدام تفشي الحالة الكبيرة ياسر نتاع السمنة والارتفاع الحالات السمنة قررت اللي هو ولا وباء فماش كان وباء معناتها من عام 2016 المنظمة العالمية للصحة قالت اللي هي السمنه ولات حاله وباء وتونس بالطبيعه بالنظام الغذائي اللي هو مختل ولا يشبه معناتها كنا احنا قبل معاملين على السلايط والخضره وكل شيء الغذاء المتوسط نظام غذائي ولا اوكسيدونتاليزي معناتها ناكلوا في حاجات اللي هي مش باهيه بكل مع نقص ممارسه اليوم الرياضة. السمنه تنجم تمنع من الانجاب، اليوم السمنه تمنع حتى من المشي تعرف والانسان يكون مستقل حسب الاحصائيات بتاع المعهد القومي للصحه اكثر من 50% 56% في حال سمنه معناتها عندهم انكسي تو بوا مش برشا توانسه معناتها هذا كيفاش يعرفوه معناتها زياده في الوزن اي زياده في الوزن معناتها فما اللي نسميوه مؤشر كتله الصحه لانديس كوربوريل اللي هو كيفاش نعملوه معناتها الوزن على الطول في اثنين هذا المؤشر كيف يفوت 25 معناتها الحال في سمنه بالطبيعه السمنه باش تولي بشويه بشويه تطلع حتى لين تخلط حاله مرضيه في وقت يفوت 35 مع بعض الحالات الامراض اخرى ولا فوق ال 40 احنا في تونس حسب الاحصائيات 56 في حاله سمنه معناتها فوق ال 25 واكثر من 26% اكثر من 40 تصور 26% معناتها تونسي على أربعة عنده حالة سمنية مرضية اللي يلزمها مريض وهذا علاش يلزمها التدخل لا سونتي بيبليك علاش؟ خاطر كيما قلت أنت المخلفات نتاع السمنة مخلفات كبيرة ياسر تأثر تعطي ضغط في الدم تعطي أمراض القلب تعطي السكر تعطي حتى تقلقات في النفس ومعناتها نجمة اللي نسميه سندروم دابتنيت سومي يتقص عليه نفس في الليل عشان يتنفس وهذاك نجم ياثر عليه هو قد ما يسمن حتى لين يوصل في الليل يستلزم ماكينه باش ينجم يرقد فيها في الليل نفاسل الظهر معناتها وبعديك تصير عمليات بخلاف المخلفات الجنسيه كما قلت انت معناتها ما عادش ينجم يجيب صغار ولا تجيب صغار ولا مخلفات نفسيه خاطر تعرف المرضى هذو انت تقول هم مش برشا هما برشا علاش؟ ما تراهمش على خاطر في ديارهم هذوك ما عندهم ما يخرجوش بعد في سوسيال يبداو في ديارهم ما تشوفوهمش معناها اللي يجي اللي يحب يعمل تجميل معناها انه السمنه يتخلص منها من الناحيه الجماليه ماهيش عمل ما يجيش عند اي جوستومون هو ويقول لك راه نجيبش نعمل لانو مثلا اسكو تعملوها في نعملوها المستشفى ما نعملوش لانو خاطر لانو تو ما عادش تعمل اما نعملوا العمليات والعمليات هذوك علاه ما عادش تعمل لانو؟ خاطر لانو عملية اللي النجاعة نتاعها توا حسب الدراسات الأخرانية ورات اللي النجاعة أقل من 50% وبعد خمس سنين الخوسة هذه اللي سمعنا لأنه تتنحى باش تعوض وتعطي توا لينا نعملوا خاصة زوز عمليات اللي هو عملية تكميم وعملية تغيير مسار تكميم اللي هي سليف جاستريكتومي وعملية تغيير مسار والعمليات هذوما
مالوغوزمون وخساره اللي مازالت ال ال الكنام ولا ما تاخذهمش الصناديق الاجتماعيه ما تاخذهم بعين الاعتبار. وحتى في 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 المستشفى معناتها احنا ما عندناش الالات الكافيه باش نعملوها العمليه، ولذا رغم اللي نعملوها نعملوها ببعض الصعوبات اما قاعدين نعملوا فيها، وعندنا طاقم طبي ونتائج طاقم طبي مؤهل لذلك وبنتائج خارقين عادة. علاش خارقين عادة؟ لازم تعرف لازم الصناديق وخاصة معناتها المجتمع يفيق اللي المعادلة واضحة، معناتها بين المريض يوصل في حالة سمنة مرضية معناتها المؤشر الكتلة الجبس اللي قلت لك عليه فوق 35 و40، هذاك المريض حسب الدراسات الكل واضحة معناتها هو الاسبيرانس دو في نتاعو ترقص، معناتها ينقص له على الأقل 10 سنين في عمره من جرة المخلفات اللي قلناهم اللي هما ضغط الدم والسكر. بين انت مريض تخلص عليه عمليه اللي ممكن نقول بالنسبه للصحه العموميه تكلف له 4000 دينار، وبين المريض هذاك اش باش يكلف لك من بعد مده 30 و40 سنه دواء السكر ودم وعمليه على القلب ودواء على الـ على الجهاز التنفسي جهاز تنفسي وعمليه على المفاصل مفاصل والعينه القلب، بخلاف الانسان هذاك حتى في المجتمع ماهوش ناجح، معناتها ما عادش يعطي رومدمون، ما عادش يخدم على روحه، هذاك حاسس المعادله هذه استعرفوا بها في البلدان المتقدمه في فرنسا في اي بقعه في العالم اجمع توا الصناديق الاجتماعيه تتكفل بها، خاطر فهموا اللي هي رابحه بتخلص له انت دواء السكر وزيد فوق اكثر من هكا. في بالك اللي ينس معناتها يضعف السمين يضعف ويبرم السكر في حالة فوق أكثر من 70% معناتها ضغط الدم يبرى منه، تنحلوا المشاكل تاع التنفس بخلاف الوقاية تاع الأمراض اللي نجم تجيه على القلب والشرايين والعمليات هذوكم. وبالطبيعة كي تشوفهم أنت الناس هذوكم كيفاش كانوا كيفاش ولاو أكيد شنعملوا عليهم حصة ناجعين في المجتمع حاجة خارقة العادة. أكيد أنت لقيتوا في الحالات اللي جاوا من التطاوين لقيت حالات سمنة؟ حالات مش سمنه مرضيه، ما حالات سمنه معناتها اللي هما خاطر ما لازمك تعرف هاو السمنه ما فهمش كان الجراحه، هاو اول حاجه نفهموها اللي اول علاج بالاساس هو الدواء هو النظام الغذائي نبداو به، واحنا ما نجمو نعملو تدخل جراحي كما بروتوكول كامل، احنا عندنا طاقم كامل ونخدموا مع معهد التغذيه ومع قسم لوندوكرينوم تاع شارل نيكول، هما اللي يقيموا الوضعيه يشوفوا اللي فما اخفاق للغذاء النظام الغذائي، كما فماش اخفاق والمريض ولا الانسان ما جربش النظام الغذائي ما عملوش عمليه، يلزمو يجرب على الاقل مده نتاع 6 أشهر اللي بصفه متاكده وبعديك نتحاولوا نعملوا العمليات، وهذيك بعدها نشوفوا اللي معناتها نجموا نقولوا الدراسات ورات اللي ما فماش احتمال كبير ياسر باش ينجح، اما احنا يلزم يجرب. اكيد اكيد. تحيه لاهالينا في تطاوين اللي قبلوا يعملوا لي زانترفيو وقبلوا انه يدليوا بشهاداتهم على الخدمه الصحيه اللي تحصلوا عليها في مستشفى شارل نيكول. نجموا نشوفوا مبادرات كما هذه في اقسام اخرى في العاصمه خاصه منها المستشفيات الجامعيه. فما ديجا فما راهو شراكه من برشا معناتها سورتو في الراديو في قسم الاشعه في اقسام عندنا الرابطه مع جندوبه رابطه مع توزر توزر وجندوبه زاده. ما هذيك كانت في كادر معينه مش نفس الشيء، هذه مبادره هذه مبادره كما قلت عملتها جمعيه خيريه دونك تشكر يعطيها الصحه اللي عملوها، لكن معليش ليه ان شاء الله فما توا d'autres services, d'autres actions, d'autres actions, inchallah. Et qui fait Zeda, je pense, le rap, tu as tout le Zeda, tu as tout le Mashkoul, Mojislim, qui fait, tu as tout le monde, tu as tout le monde, peut-être, qui m'a dit, le Covid, tu as tout le monde, tu as tout le monde, وعلاش تولي كل قسم في تونس معروف ويكون عامل ياخذ اون باريناج سيرفيس باش يخفف شويه والاهم في هذا الكل اللي يزيد يعزز هو التكوين المستمر واللي تبادل بين الخبرات التونسيه والخبرات اللي في الجهات قبل ما نهز روحي
ونسافر ونمشيو نعززوا الفرق الاوروبيه في اقسامها وفي مستشفياتها. باش نرجع لك مازال شويه برك عندنا وقت، لكن كما فما الجراحه ايضا فما التدخل الجراحي، هو كيف كيف لكن مستوى عالي موجود عليه تونس، مستشفى الاعصاب بالرابطه، والتدخل او الاشعه التداخليه، الناس مختصين في الاشعه لكن الاشعه التداخليه يعني بالناس اللي راديولوج يدخلوا باش ينجموا معناها يمنعوا حياه الناس اللي تصير لها جلطات دماغيه. فكره عن هذا المؤتمر التونسي الاول للاشعه التداخليه اللي انعقد بمناسبه اليوم العالمي للجلطه الدماغيه، ثم نعود. ببادرة من الجمعية التونسية للأشعة التداخلية وبحضور نخبة من الأطباء والمختصين من مختلف دول العالم، فضلا عن ثلة من الطلبة وفني الأشعة وممرضات، انتظمت فعالية المؤتمر التونسي للأشعة التداخلية في نسخته الأولى الذي تزامن مع اليوم العالمي للجلطة الدماغية. الأشعة التداخلية الراديولوجي انترفونسيونيل سيت اون تكنيك اللي ولات فريمون يلزمها تكون متواجده في مستشفياتنا الكل، اللي هو الحال ماهوش كذلك حاليا. علاش؟ على خاطر ال رومبلاس لي زاكت، معناتها الحاجات لا شيرجي انفازيف. باش نجمو ننشرو الاختصاص هذايا في السبيطارات نتاعنا الكل، يلزمنا نكونوا الطب يعني الشباب معناتها لي ريزيدون كوا اللي مازالوا في طور التعليم. دونك هذيك علاش احنا تخلقت جديده الاسوسياسيون هذه دو راديولوجي انترفونسيونيل، دونك الجمعيه التونسيه للاشعه التداخليه، دونك تخلقت جديده علاش دون بوت نحبوا نحسنوا من وضعيه لا راديولوجي انترفونسيونيل في مستشفيات نتاعنا في كامل الجمهوريه التونسيه كامل. هذا المؤتمر يهدف إلى نشر المعرفة حول الأشعة التداخلية التي تعد واحدة من المجالات الطبية الأكثر ديناميكية اليوم، فهي تخصص طبي يعتمد على الأشعة في تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض عن طريق استخدام قسطرة صغيرة للوصول إلى الجزء المصاب من فتحة صغيرة عن طريق أحد الأوعية الدموية المغذية له. لذلك وضع القائمون على هذا المؤتمر برنامجا ثريا يرتكز أساسا على المحاضرات والورشات العلمية قصد تثقيف الأطباء الشباب وكل المهتمين بعلم الأشعة التداخلية الذي يتيح معالجة التشوهات المعقدة التي تطال الأوعية الدموية. تعتبر الأشعة التداخلية تخصصا في التعريف الأكثر صوابا، فهذه كلها تقنيات علاجية تتضمن التصوير لتوجيه الإجراءات العلاجية، ومن وجهة النظر هذه نرى أنه يمكن أن يثير الاهتمام بجميع الإجراءات التي يمكن القيام بها باستخدام التوجيه التصويري، ويشمل ذلك عددا معينا من التخصصات، حيث تم بالفعل إنشاء الأشعة التداخلية لفترة طويلة جدا لا سيما في مجال القلب والأوعية الدموية. الأشعة التداخلية تتطلق الجميع لحال كل شيء اللي نجم نمشيله عن طريق القسطرة. مثلا نعطيك مثل، عندك أورام باش نجم تداويها، تحط مادة قاتلة للخلايا الخبيثة في الشريان اللي يغذي الورم هذاك. وحسب الأطباء المختصين فإن العلاج والتشخيص بالأشعة التداخلية لا يحتاج التخدير الكلي أو نقل الدم وغيرها من مخاطر الجراحات التقليدية، لذلك تعتبر حلا مثاليا لعلاج العديد من الأمراض على غرار الأورام وأمراض الأعصاب والسكتة الدماغية وغيرها. الأشعة التداخلية الحقيقة أصبحت بتتدخل في علاج جميع الأمراض من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، بقت بتتدخل في علاج الأورام، أهمها أورام الكبد، أورام الرئة، أورام الكلى، كل هذه الأورام أصبح أنواع كتيرة جدا منها ليها علاجات شافية تماما عن طريق الأشعة التداخلية من فتحات لا تتعدى النص سنتيمتر. طبعا تدخلات الأوعية الدموية بقت بتتدخل في كل حاجة، تدخلات الانصمام الشرياني، احنا دلوقتي أصبحنا بنقدر نعالج تضخم البروستاتا بالقسطرة، بنقدر نعالج الأورام الليفية في الرحم، بنقدر نعالج الدوالي، دوالي الساقين، دوالي الحوض، دوالي الخصية. تدخلات المخ أصبحت كبيرة جدا، بنقدر نعالج نزيف المخ بجميع أنواعه.
استخدام تقنية القسطرة في مجال الأشعة العصبية التداخلية هي تقنية سيكون لها انعكاس إيجابي على المنظومة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، سيما وأنها تمكن من تجنب حصول إعاقة أو حتى الوفاة بحسب تأكيد المختصين. أغلب العمليات بتاعتنا يعني أكتر من 90% منها بتتم بمخدر موضعي لا تحتاج إلى تخدير كلي ومخاطر التخدير الكلي، والمريض بيقدر يذهب إلى منزله في نفس يوم العملية مهما كانت ضخامة العملية في أكثر من 90% من الحالات. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن العلاج بالقسطرة لاستئصال الجلطة هو علاج فعال وناجح إذا ما استخدم في الساعات الأولى من حدوث الأعراض الطارئة، ففي حالة الإصابة بالجلطة الدماغية تصبح كل ثانية من الزمن مهمة للحد من أثارها والتقليل منها، بل يمكن أن تنقذ حياة مريض في حال تم التعرف على علامات الجلطة الدماغية. المريض هذا اللي يبدا عنده جلطه دماغيه وقت اللي تصير له في داره شنو لازم يعمل وكيفاش ينجم يوصل منعوه في الوقت، على خاطر راهو ما نجموش نستناو نهار ونهارين. اللي عنده جلطه دماغيه راهو من الساعه الاولى لازم يعرف، لازم يتوجه للقسم اللي لازم يمشي له باش نجموا احنا معناتها ندخلوا ونحاولوا نخرجوا له كل الدم المتخثر اللي موجود في المخ، ويرجع المريض كما شفتوا انتم في الفيديو مقبله، ويرجع المريض يتحرك الوغ كو كان عنده شلل تام. كي ندخلوا في الوقت المناسب راهو المريض سوغ لا تابلو نجموا نشوفوه رجع يتكلم ورجع يتحرك. تشير الاحصائيات العلميه الى ان السكته الدماغيه تعتبر السبب الاول للاعاقه والثانيه للوفاه في العالم، وان هناك اكثر من 17 مليون مريض جلطه جديده كل عام في العالم، 5 ملايين منهم نفقدهم بسبب الوفاه، و5 ملايين اخرين يعانون من اعاقه دائمه، في حين ان 50% من السكتات الدماغيه يمكن الوقايه منها. إذن تحية خاصة لرئيسة الجمعية التونسية للأشعة التداخلية اللي هي نادية حمامي اللي كنتوا تشوفوا فيها في آخر الروبورتاج وفي أول الروبورتاج، لأنها هو هذا مؤتمر أول هو إصرار أنه يصير وإصرار أنه هذا الاختصاص يخو حظه ويكون تقع الإحاطة به، خاصة لهو به الماتريال مش شوية اللي يمنعوا به حياة ناس معناها، والآليات اللي تكون موجودة بمستشفى الأعصاب بالرابطة. تحية لكل الفريق اللي يشتغل في هذا المستشفى. دكتور، في ختام هذا اللقاء شنو نصيحة تعطيها للسادة المشاهدين؟ والله في ختام هذا البرد والشتاء اللي جايين الايامات الجايه ناكد على الوقايه من ثلاثة على عشيقله، نقول خاص اليدي كيف نتاكدوا من مصدر الماء والماكله داكور، وهذا من ناكدوا هذا بالنسبه للشيقل. بالنسبه للبرونكيوليت للصغار، الكبار ماذا بهم يبعدوا في البريود هذه سورتو، يبعدوا مع شي بوسوهم، نغسلوا يدينا، نلبسوا الكمامه، نهويوا معناتها المكان اللي احنا فيه، والصغار نبعدوهم على البلايص المكتظه. هذه بالنسبه للبرونكيوليت. بالنسبه للكوفيد الحمد لله في طريقه صحيحه، احنا توا نكملوا نعزوا المناعه اللي جاتوا ارساليه باش يمشي يعز المناعه يعزز ما يتبخلش، وخاصه الامراض هذوما. وكذلك في حتى البريود هذه نلاحظوا فما كما قلنا ناخذوا احتياطاتنا اللازمه، نرجعوا مثال على التباعد شويه تباعد حتى الماسك لازم نرجعوا له، فهمت؟ سورتو في الاماكن المكتظه وفي لي موين دو ترونسبور اللي في وسائل النقل العموميه خاصه البوسله كما قال الدكتور البوسله. كملوا عادي وشتاء في فيفري كيف في مارس قبل رمضان شويه بدا يبوسوا عنق وعملوا اللي تحب. عيد توجيه العيد. باقي نقعدوا نعسوا نعسوا فماش فيروسات اخرى تحاول. دكتور، افاق الجراحه وافاق هالتعاون. التعاون كما قلنا معناتها ان شاء الله نوصلوا نطوروا ونجسموا المحاور هذوما، ونشكر جمعيه وندي وندري مرة. والله كلمه تعاون اكثر منها شراكه. تعاون الحق. التعاون وباش نتعاونوا احنا معناتها في نطاق زوز مستشفيات. والافاق هو باش نطوروا حاجتي نطوروا هالمحاور هذوما معناتها، وجراحه المنظار خاصه كامل الاختصاصات والتدخلات الجراحيه، وباش نعرج على حاجه اخرى اللي هي انت قلت انت خروج بعض الاطباء، هجره الاطباء نتاعهم. احنا ماذا بينا نشدوهم لتونس، نشدوهم في تونس وبشدوهم تونس معناتها كما التدخلات اللي هما يخليهم يحلموا، يخليهم يزيدوا يقعدوا هنا في تونس، ويا ريت نهار
نشوفه في مستشفى شارل نيكول وفي قسم الجراحة الروبو. نطوره في الخمسة قاعات عملية نجمو نعملو الروبو خاطر هو تو من الأول كنا نعملو جراحة تدخل بالعمليات تو نعملو جراحة تدخل بالمنظار وتو المرحلة فما الروبوتيزاسيون نخلطوا بالروبو هذيك تكون احنا امنيتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اذا كان قعدتوا انتم في تونس الاطباء وشديتوا صحيح واصريتوا اصرارا انكم ما تخرجوش حتى من الببليك خاطر محتاجكم الببليك والمواطنين كذلك محتاجينكم. شكرا جزيلا لك دكتور رمزي نويره على ما قدمتوا اليوم. مرحبا بكم في اي وقت حتى نتحدث اكثر تفاصيل المره الجايه على السمنه وايضا نكمل نواصل على هذا افاق التعاون اللي باش تكون بينكم وبين الاقسام الاخرى الموجوده في المستشفيات الجهويه. شكرا جزيلا لك دكتور طارق بن ناصر على ما وضحته اليوم ونقعد ديما نسمعوا الكلام نزيد نعاودها. دكتور بن ناصر قال لكم البوس لا احميوا رواحكم واغسلوا خاصه يديكم وحاولوا تكملوا التطبيق وتعملوا طبقوا لي جيست باريير تعملوا السلامه الصحيه اللي هي في غسيل اليدين وفي غسيل اليدين كذلك وما تنفسوش في وجوه بعضنا بالماسك يلزم نلبسوه حتى نحميو رواحنا شهرين وبقدرة ربي تسلك. إلى اللقاء.